نودي ليا هنا خذا كم واحد هيك وهم معودين. ابو عصيدي برشن عليك ها. أهلنا في بيتها ما زالت حالة الوحدة هي العنوان والثابت الأكبر، لذلك منذ 17 شهرا المسيرة مستمرة في بيتها وصولا إلى طرد هؤلاء الغزاة من على قمة جبل صبيح كما طردناهم من جبل العرمة. وكما قال السيد الرئيس، هذه الأرض لا تتسع إلا هوية واحدة.